بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم القضية الفلسطينية وتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لأعضاء التمثيل العسكري العربي والأجنبي المعتمدين بالقاهرة إلى محافظة شمال سيناء، وزيارة معبر رفح والمخازن اللوجستية لهذه المساعدات، وكذلك زيارة مستشفى العريش العام للوقوف على الخدمات الطبية التي تقدم للإخوة الفلسطينيين المصابين الموجودين داخل مستشفى العريش العام. مشاهدينا الكرام، وكانت برنامج درع وطن برفقة الزيارة وأجرت هذه اللقاءات، فنتابع. في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون وحشد جهود الدول الشقيقة والصديقة لمجابهة الأزمة الإنسانية الراهنة بقطاع غزة، نظم جهاز الملحقين الحربيين زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكري العربي والأجنبي المعتمدين بالقاهرة إلى محافظة شمال سيناء للوقوف على حجم الجهود المصرية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والرعاية الطبية للأشقاء الفلسطينيين. وكان في استقبال الوفد لدى وصوله لمطار العريش اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبدأت الجولة من داخل قطاع تأمين شمال سيناء، حيث استمع الوفد إلى شرح تفصيلي من اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني عن جهود القوات المسلحة بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. كما استعرض ممثل وزارة الصحة والسكان وجمعية الهلال الأحمر المصري الجهود المبذولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم المساعدات الطبية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق. كما تضمنت الزيارة تفقد معبر رفح البري ومتابعة حركة المساعدات عبر المعبر، وكذا الجهود المصرية لإجلاء الجرحى والمصابين لتلقي الرعاية الطبية داخل الأراضي المصرية. أعقب ذلك تفقد المخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري ومتابعة كافة الإجراءات المتبعة منذ وصول المساعدات من الجهات والهيئات المانحة وحتى تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة. واختتمت الزيارة بتفقد مستشفى العريش العام للاطمئنان على الحالة الصحية والرعاية الطبية وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والهدايا العينية للجرحى والمصابين الفلسطينيين. من جانبهم أشاد أعضاء الوفد بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل استدامة تدفق المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. Egyptian is doing extraordinary job since the war started, not only on the political in the summit that organized in the international arena in Cairo, but also in the helping suffering people, also to expatriate people for different country. I heard that more than 30,000 people cross the border to go to their homelands, and also a lot of injuries in your hospitals and effort. It's a very big one and it's much appreciated. أنا فداء مصطفى ريحان. أنا كنا نايمين في البيت متشردين من بيتنا لبيت عمتي، فكنا يعني نام ابني بالليل إجا يتعشى ما لقاش سوى رغيف، فبحكي لي يا ماما عمر الولد 9 سنين، بحكي لي يا ماما رغيف واحد، قلت له يا ماما تعشى ومن هان لبكرة فرج، يعني إيش بدنا نعمل؟ ما كناش نلاقي الخبز، مش متوفر عنا في الشمال. حتى البنت في الليل طلبت حلو، يعني تخبط في إيدي يا ماما بدي حلو بدي حلو نفسي في الحلو، قلت لها من هان لبكرة فرج، فما طلعش عليها تاني يوم لا هي ولا الولد. صحيت بالليل يعني تقريبا الساعة 2:30 لقيت البيت بنزل فوقنا، طلعت حوالي لقيت البنت مفحمة فيش إلها معالم، والولد نفس الشيء، يعني الولد نفس الشيء برضك بنت، هي مش حرام تموت يعني؟
والولد نفس الشيء، أنا نفسي ما قدرتش ألمس ولادي، مش قادرة من اللي صار فيا وفي رجلي. كل احترام كل خير، هم ناس طيبين كتير والحمد لله، يعني الحمد لله على كل حال. إيش بدنا نعمل، ولد وبنت راحوا، يعني كل محبة وكل خير. يعني إحنا وصلنا أول امبارح بالليل الحمد لله على كل حال. إيش بدنا نسوي يعني، هي الله خلى لي الولد هذا بس. أحلى استقبال، والله أحلى استقبال، استقبلونا وناس طيبين زي الفلسطينية بالضبط. وإيش بدي أقول لك، يعني شالونا من الأرض شيل، والحمد لله رب العالمين قدمونا كل اللي بدنا إياه. كويسين كتير والله، أهلنا حسينا بين أهلنا، بشكرهم كل الشكر، أهلنا وناسنا مصر، يعني وقفت وقفة عظيمة معنا، بنحس بالأمان فيها كتير. كويسين المصريين يعني، بذمهمش، أولاد بلدي، أولاد بلدي وأنا معهم يعني، بستغنيش عنهم لأنهم هم السند إلي، غيره بطلعش لحدا. هم كويسين، لو مش كويسين ما جتش هنا كمان. أنا ما روحتش، بديش أروح على أي واحد إلا على بلدي هان، بيعرفوني وأنا بعرفهم الحمد لله. اولا انا نص مصريه، انا ماما مصريه وماخده جنسيه، يعني انا من هنا بنت البلد. انا يبقى هذا عمي، يبقى ابو جوزي، انا مرات ابنه، وجيت معه هنا عشان ياخد العلاج لانه عنده بروستاتا كانسر، هو بيعرفش بيها، هو يعني مرضه بيعرفش بيه. انا جيت معه عشان ناخد العلاج، والامانه الاستقبال فوق الوصف، فوق يعني كتير اخوه، بس يعرفوا ان احنا فلسطينيين بدهم يشيلونا شيل. الامانه ما فيش يعني اخوه بيشيلوا هيك الفلسطينيين غير المصريين. بصراحة والله أحلى احترام، وبارك الله فيهم ورأوا جزاهم ربنا كل خير، واستقبلونا أحلى استقبال الشعب المصري، من الصالة المصرية لغاية ما وصلونا المستشفى في الأسعاف. واستقبال بصراحة ترحيب واستقبال إلي ولأولادي المصابين ولحتى المرافقين اللي معايا، أحلى استقبال. وأجينا يعني إحنا حالتنا كانت سيئة كتير، وأجينا يعني استقبلونا وحضنونا وعالجونا وكسونا ولبسونا، ويعني وأكلوا الأطفال 4 شهور. أنت عارف الحرب ما فيش إشي يعني في غزة صار، والحمد لله يا رب لهذه اللحظة هم بعالجوا فينا وقايمين بكل واجباتهم الإنسانية والمعنوية، والحمد لله يا ربي ما قصروا الشعب المصري. وبأشكر مدير المستشفى الدكتور، وبأشكر الأطباء اللي وقفوا معانا وقفة إنسانية وقفة عملية، وبصراحة ما حدش قصر نهائي نهائي من الشعب المصري، ولا مستشفى العريش نهائي، ولا مستشفى الشيخ زويد، بأشكرهم لأنه قاموا بكل واجباتهم معانا الإنسانية بصراحة. المصريين اهتموا بينا وقدموا أحلى احترام، وجابونا كسونا، وجابونا شباشب ووجبات ووجبات أكل غدا عشا فطور، عشانهم قدمونا أحلى احترام وشعب طيب.
فرق شملنا، الوحدة كانت حلمنا ولسه برضه حلمنا، العلم بس طول النجاة يا إما نغرق كلنا. كانوا بيزرعوا ويحصدوا ويجمعوا قمح وورود تصنع وجود ولا حد يقدر يمنعوا. مشاهدينا، وفي إطار هذا السياق استقبل السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وزير الدفاع البلغاري لبحث سبل التعاون العسكري بين الدولتين المصرية والبلغارية، وكذلك الوقوف على ما يحدث في قطاع غزة وتأثيره على الأمن القومي للمنطقة. مشاهدينا الكرام، نتابع الزيارة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد تودر تجريف وزير الدفاع البلغاري والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين الصديقين. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجانبين في العديد من المجالات، وتطرق اللقاء إلى تداعيات الأوضاع الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وأكد الفريق أول محمد زكي على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي وتنسيق الجهود المشتركة لكلا البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة حشد الجهود من أجل وقف التصعيد المتزايد في المنطقة والتوصل إلى حل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة. من جانبه، أعرب وزير الدفاع البلغاري عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والممتدة التي تجمع البلدين، مثمنا الجهود المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية وتأمين دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. كما قام وزير الدفاع المصري والبلغاري بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. مشاهدينا، في إطار اهتمام القوات المسلحة بالعمل البحثي، شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان. مشاهدينا، نتابع. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مناقشة البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان، والذي تناول الاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التطور التكنولوجي لمختلف وسائل الصراع وعقائد القتال الحديثة، والذي يأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وألقى اللواء أركان حرب أحمد محمود صفي الدين مدير كلية القادة والأركان كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير الفكر العسكري والارتقاء ببرامج الإعداد والتأهيل العلمي لدارسي الكلية بما يمكنهم من تنفيذ المهام المستقبلية على الوجه الأمثل. شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين بكلية القادة والأركان، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات التي تعزز من الجاهزية والكفاءة القتالية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، وقدم الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية على الجهد المبذول في الإعداد للبحث، مؤكدا على أهمية مواكبة التطورات المتلاحقة في نظم الإعداد والتدريب الواقعي للفرد المقاتل وتعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة بما يعزز من الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التحديات الراهنة وضمان تنفيذها للمهام والمسؤوليات المكلفة بها لدعم ركائز الأمن القومي المصري على كافة الأصعدة. الكلمة كانت حرف ضاد واحنا الفصاحة والاعتداد لساننا اصبح اجنبي وكل يوم بنزيد بعد امتى نعود لاصلنا. امسك في جيشك بالقوي هو الاساس تفضل قوي بص حواليك كم بلد راحت وضاعت بالقوي بالقوة يرجع حقنا. شوهدنا في سنين البعاد هي السند وألف زاد البلد بيتولد فرحة أمل لحظة ميلاد. لمتنا في سنين مصرنا واحد مفيش جدال ولا يحسمه غير الرجال بقلب واحد ورب واحد مؤمن وثابت في التاريخ اللي انكتب والسور مجد ومن ده عيشوا الحدث مهما حدث العلم كان هو السبب مع الإيمان بحقنا. ظهور لحن في للدمش مكة قصيدة شوق وعش وليبيا واحدة واليمن القدس نادى القلب ركنا وقدي أرضنا. لما نكرة في سنين البعاد هي السند وألف زاد الجلد بيتولي فرحة أمل لحظة ميلاد. لما نكرة في سنين البعاد هي السند وألف زاد نحلم ويرجع مجدنا.
مش أنا وعندي من خير ربنا نطع هنا ونوصل هنا مع بعض يكمل حلمنا ولا حد يبقى زينا في النصر كنا كمان سوا في الدم إخوة وكلنا ساعة العبور فرقان ونور والفرحة لمت شملنا إخوة وحبايب كلنا لمتنا في سنين البعد هي سند وألف زاد ومن الجلد بيتولد فرحة أمل لحظة ميلاد لمتنا في سنين البعد فرحة أمل لحظة ميلاد